استقبلنا عيد تكليفات من طرف الفلاحين. العملية تمشي بوتيرة مسرعة حسب التعليمات التي استيناها لمختلف يعني مختلف المؤسسات التي تشرف على هذه العملية، وخاصة بنك الفلاحة والتنمية الريفية. الملفات تدرس في نفس اليوم. بعد الحمد لله استقبلنا يعني ملفات عديدة أكثر من 247. تعاونية الحبوب والبقول الجافة لولاية سكيكدا راهي موفرة البذور بكثرة إن شاء الله بأنواعها، قمح صل، قمح لين، والشعير. في أي وقت اللي يجي فيه الفلاح راه يلقى إن شاء الله المنتوج واجد. ظن الشباك الموحد هذا باش ينقص العناء كما هكا تاع التنقل كما هكا الفلاح من مكان لآخر. هنا في الشباك هذا تشم كل العمليات كما هكا كل شيء، باش العامل ما يقيلش يروح ما يروح مثلا يهبط يروح للوكاله، ومن بعد الوكاله يروح يحوس على الامور تاعو في المديريه ويصرى ضغط ويصرى كما هكا، فهمت؟ هنا صله وصل كما هكا بين الوكاله والمديريه.